اليمن. وغابت شمس المملكة العجوز التي لا تغيب عنها الشمس. في 30 من نوفمبر من العام 67 أطاح اليمنيون بأعتى مستعمر عرفه التاريخ. رحل معه آخر جندي بريطاني من شطر اليمن الجنوبي. حين ذاك كان الشمال اليمني قد أطاح بأعتى نظام كهنوتي واستبدادي عرفته المنطقة. 30 نوفمبر ثورة عظيمة كانت بعد ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، الثورتين العظيمتين التي أنهت أعتى استعمار عرفه التاريخ. هكذا صنع اليمنيون احتمالات النجاة وقرأوا بيان خلاصهم. وفي ذكرى الاستقلال ما يزال الدم اليمني فائرا على امتداد جهات البلاد، ومنها محافظة الجوف، ضد الأطماع الأجنبية ومساعي الاحتلال والتوسع بأجندته الجديدة والمتمثلة في الانقلاب الحوثي على الدولة وابتلاع مؤسساتها، إذ تؤكد قيادة الجيش الوطني رفضها لمحاولة إعادة الاستعمار والاستبداد وتمسكها بالمشروع الوطني الجامع وحماية سيادة الأرض اليمنية. مستمرين بإذن الله سبحانه وتعالى سنبقى على هذا المنوال حتى نحرر بلادنا من هذه الشلة الانقلابية وممن يريد أن يعيدنا إلى ماضي إلى الماضي المظلم، سواء الماضي الإمامي أو الماضي البريطاني. حي الرجال الذين لهم رصيد النضال بنصر اليمن. 5 عقود ونيف مضت على خروج اليمن من هيمنة الاستعمار البريطاني، لكن ذكرى الاستقلال وذكرياته المريرة تحل هذه المرة، واليمن يصارع مساعي النفوذ والسيطرة من الداخل والخارج، إذ باتت الموانئ والجزر اليمنية وبعض الأطراف الجغرافية في دائرة الأطماع الإقليمية التي أخذ الانقلاب الحوثي في حربه بالوكالة تسليمها لهذه الأطماع الخارجية، ومن خلال مبادرات سلام واهية وغطاء دولي مكشوف يسعى لإعادة الاحتلال وإنتاج الاستعمار وإن بصيغته الجديدة. تدخل بريطانيا من جديد، يعني زي ما تكلم به المبعوث الأممي في ميناء الحديدة على أساس أنها تتولاها الأمم المتحدة، وهي بالحقيقة هي بريطانيا، يعني إعادة إنتاج بريطانيا واستعمار جديد، هذا من بركات الإنقلاب. بين حرب الإنقلاب على الدولة ومساعي النفوذ الإقليمي والدولي، يواجه اليمنيون بعد سنوات طويلة من التضحيات تحديات كبيرة ومصير مجهول لم يتوقف فيه نزيف الدم اليمني ولا تهدأ نزعات شرور المحتل. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.